الحياه، استهدفنا في ديننا وعقودنا في عقيدتنا، وهي شركه امازون تستفز المسلمين في ربوع العالم، فتعرض للبيع سجادا وافرشه لبيت الخلاء ومقاعد للمرحاض اكرمكم الله، كلها تحمل جميعها كلمات من ايات بينات من القران الكريم، وصور المساجد وابوابها، ورسوم لحجاب المراه المسلمه العفيفه. فلنسهم جميعا في مقاطعه موقع امازون، وذلك بعدم الشراء من منتجاتها، ردا على تطولها على كتاب ربنا وشعائر الدين الصبحه، وذلك اضعف الايمان. اللهم اشهد فاني بلغت. المرجو تعميم هذا المنشور وجزاكم الله خيرا، ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. السلام. ايها المسلمون والمسلمات، استهدفنا في ديننا وعودنا في عقيدتنا، وهي شركة امازون تستفز المسلمين في ربوع العالم، فتعرض للبيع سجادا وافرشة لبيت الخلاء ومقاعد للمرحاض اكرمكم الله، كلها تحمل جميعها كلمات من ايات بينات من القران الكريم، وصور المساجد وابوابها، ورسوم لحجاب المراه المسلمه العفيفه. فلنسهم جميعا في مقاطعه موقع امازون، وذلك بعدم الشراء من منتجاتها، ردا على تطولها على كتاب ربنا وشعائر الدين الصبحه، وذلك اضعف الايمان. اللهم اشهد فاني بلغت. المرجو تعميم هذا المنشور وجزاكم الله خيرا، ومن يعظم شعائر الله فانها من